أهلا بكم. فقد كل عائلته، فقرر أن يكرس كل وقته لخدمة أمهات تخلوا عنهم أبناؤهم داخل دار البركة كما يسميها، ينشر الابتسامة على وجوههم، ابتسامة غابت عنه. نتابع قصة الشاب حمزة البار في هذه الحلقة. فلما بدأت بقصة هذا الشاب ذرفت عيون الشيوخ والشباب وكل من معي، فقلت والله هذا سبحان الله فريد من نوعه هذا الشاب، قلت يجب أن سبحان الله الناس تعمل تكون كما هذا الشاب. فقلت لهم القصة. هذه ما الله يرحمها نوريا، الله يرحمك، الله يسمح لي منك والله يجعلك من أهل الجنة. هذه عند القبور تاعها، نقول لها عند قبرك الدمعة تجيني، نهضر وجامي تجاوبيني، ونقول لها باللي عديت ليالي وانا غلط في حسابي، نضحك برا وفندفن عذابي، بالك هذا قدري وهذا مكتابي وراضي باللي كان، والمواج اللي ما قدرش حبسها تعلمت نركبها. هذه هي، نلقاك في الجنة بإذن الله نوريتي. أمهات تاعنا اللي هنا ظلموا سنين، يخبيوا لها الماكلة كي يجيو، يخبيوا لها القطو، يخبيوا لها الحلوى، يخبيوا لها كذا، وكأنهم كأن أصبح ولد لهم، ويتسابقون في يعني في معانقته وجلسه. احنا ما قديش نديروا هذا للآخر، احنا تاعنا نعملوا هذا، ولكن فاق معاملته، فاقت، ولا حتى يعني الله سبحانه وتعالى أصبحت له سيطة في مدينة تلمسان. الناس ولات تصغير من حمزة اللي أصبح يعني قدوة للشباب، معاملته طيبة مع 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 مع، وهذا والله سبق يبقى له أثر في دنياه وآخرته. قمنا ديري دارا ولا في دارا، رخيص القصة لكن نوارا، ماما هكا ديري لولدك ما حدك حيا وعينك تشوف، ماما هكا ديري لولدك ما حدك حيا وعينك تشوف. ربي ربي. السلام عليكم، معكم حمزة بوربعي من ولاية تلمسان. جي 25 ans bientôt، نخدم شوفير في تراكتور ومسير في قاعه رياضيه اشي ام جيم، ونعرف نطيب لي بات بلا صوص بلونش وسعداتها اللي تعدي. بالرغم اني لا احب عباره ضال عجازه ولا ضال مسنيه، هذيك داري الزوجه، بصح كيما نقول انا يا عالم ثاني، شعور بالفخر، شعور ب واحد الشعور لا يعلم به غير ربي سبحانه. نحس راسي حاجه كبيره كيما نقول هنا، نحس راسي حاجه كبيره، وما يعرف هذا الاحساس الا اللي داخل تما ويشوف الدعوه كيش داير. هذه فوالله نحن نفتخر، يعني شهاده لله، نحبه في الله ونفتخر به اشد الفخر. فنسال الله عز وجل ان يوفقه ويفتح عليه، يعني ويجعله يعني من الصالحين. هذا اللي نقدر نقوله خويا حمزه. خير عليه، والله يطول عمره والله يجيب له بلاصته ويزيدها معامل، وفين ما يمشي الناس تحوس عليه. هل القصة يعني هو كي كان يعمل الفيديو ولا المقاطع تاع الفيديو مع الام تاعه، بعض الاحيان ما يقولهاش بلي داير الفيديو، يكون معاها هكا، يكون يعني سبحان الله عفويا هكذا. فسبحان الله كانت خطبة الجمعة الثانية كانت كلها لحمزة. الناس يعني بعد الجمعة جاوا وسألوني على شكون هذا حمزة وشكون هذا الشاب، فقلت ها يعني ها كيفاش، وحكيت لهم القصة تاعه. ولكن سبحان الله يعني كنت يعني فرح في خطبتي هذه، في خطبة الجمعة، أنني أتكلم عن الشاب، وكل الشباب يعني كانوا سبحان الله كان قدوة لهم في هذه الجمعة، وفرحوا به وتعرفوا عليه حتى أصبحوا يعني معها أصدقاء في الصفحة إن شاء الله. باش نفهمك، يقول لك الأم هي الوطن والكل من بعدها غربة، هذه الحقيقة التي لا مهرب منها. بصح أنا كنحس بالأمان مور اللي ماتت تما الله يرحمها، كي دخلت تما وليت نحس بالأمان،
باسكو صبت امهات يبغيوني تاع بصح، صبت امهات يخافوا عليا، صبت امهات كاين نغبني يغبنوا عليا، كاين ما خضره هذه نحسها هي ام الله يرحمها سبحان الله تفوجهات شبه لها. ولو كان نكون مغبون انا نكون انسان كيكون يبغيك يحس بك ماشي تقول له راني مغبون يقول ينغبن معاك، انا نكون مغبون هنا في الدار ولا نكون في الخدمه نمشي عندها نصيبها مغبونه تقول لي ما راكش مليح. سما صبت فيهم كل شيء، صبت فيهم كل شيء ماشي غير حنانة، صبت فيهم كل حاجه. بون السلام عليكم، انا نمشي ندير عرض ازياء جو سوي ماكان افيك ماكان زهيه اختي الزومه زهيه معليش بسم الله. صفقوا علينا زهيتي. زعما وليت هذه بالك راني في عامين ولا وليت نمشي كل يوم، سما ندير لهم وقت ندير لهم كون يا ربي نكون خدام 24 ساعه ندير ساعه ولا زوج سوايع ونمشي توصلت حل وقت ندير لاسياس تما نرقد معاهم تما. كاين الناس اللي يجيو زعما هادو المحسنين اللي يدخلوا يشوفوهم حاس كاين اللي حاسبيني زعما انا عايش تما يقعدوا يبكي ويقولوا زعما هذا قايصينا هنا وهي لا زعما انا غير نكون راقد ولا شغل. المهم ندير لهم وقت ما كانش نهار ما زعما ما مشيت ابار اللي الله غالب نكون بعيد ولا اللي في خواتاتي وخاصة الشباب والشابات نقول لكم تهلاو في والديكم. أنا راني نادم تاع اللي كانت عندي 10 سنين وكنت نشحن لما الله يرحمها نقولها شري لي الصوالح. راني نادم تاع اللي كنت ندابز ولا نغبن في الخدمة وندخل وما تنغبن معايا وتبكي. راني نهضر هاد الهضرة من القلب وإن شاء الله توصل للقلب وكل واحد يخمم في هضرتي. أنا راني نادم على بزاف صوالح، راني نادم تاع اللي كنت نرقد وما الله يرحمها تنوض بوحدها نتمنى كون غيرها نقعد معها 24 ساعة على 24 ساعة. هاد الهضرة راني نهضرها لكم من القلب. نتمنى من الناس وخوتي خواتاتي تهلاو في والديكم قدر المستطاع. خاطرش نهضروا الحقيقة التي لا مهرب منها غادي يجي النهار ويفارقوكم. أنا مادا بيا كي يفارقوكم ما تندموش، مادا بيا تفرحوا وتقولوا كنا راضين والدينا. مزال لله على الخير، نرحم امو واللي بقينا حمزه هنا، زورنا زندان الحبس بينا، البحر بينا، حتى واحد دابا ما حبينا حتى حمزه. هذا ولدي ولا وانا بيع. ونمشيو للاحفير نديرو. ونديرو واحد يدينا الاحفير نمشيو للبورصاي نمشيو للبنيصه وين ما نمشيو، وتلقاني هكا ولدي شوف، ايه هكا ولدي، ايه هكا نتسلى ولدي.